خلي نشوف السيد غالب الشعبندر، لكن قبل ما أتحدث وياك خلي القهوتشي مالنا يشربنا قهوة. سيد السلام عليكم. أبو عمار، يعني نقاط مهمة نتحدث بها، بما أنه نحن برمضان، يعني هل صحت ضمائر بعض الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة اللي أدت بالبلاد على ما هو عليه هذا اليوم؟ هل قدرت ضمائرهم تصحى؟ نحن شهر فضيل ورمضان، وناس هواية ما عندهم ياكلون، ناس هواية مشردين، الله يخليك ناس الله هواية يخليك. مهجرين. شوفي، يقول لك شيئا تروى قصة وهي صحيحة، أنه كان هناك شخص اسمه منصور، وهذا منصور كان يعني مثل ما يقولون بعيد عن الله عز وجل، وكان غارق في الظلم وغارق في الطغيان، أو غرق في الظلم والطغيان، نعم واستبد فيه الهوى إلى أبعد الحدود. وعندما حلت ساعة الموت عليه كان يحتضر، فكان أخوه يقول له: يا منصور، قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. فمنصور لا يجيب، أو يكلمه من هذه الجهة يلتفت إلى هذه الجهة، يأتي يكلمه من هذه الجهة يلتفت إلى هذه الجهة. في هذه الحالة التفت إلى أخيه وقال له: يا أخي، افتح لي النافذة، نعم أريد أن أتسنم هواء طيبا. شكرا. فقال له: يا منصور، أقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل فتعزف عن ذلك وتذهب يمينا وشمالا وتطلب مني بعظمة لسانك. أنا قال له: يا أخي، لقد حيل بيني وبينها. سبحان الله. أنا لست واعظا حقيقة، وعندي نظرية خاصة بالوعظ، نعم يعني الوعظ هي مو حرفة. عفوا يا أخي، الرباط واضح. الوعظ مو حرفة، والوعظ يعني ولو اتدخل في شؤون الآخرين، عارف خدمتك. الوعظ هو عملية متبادلة. نعم ربما طفل يعظ شيخا، نعم صحيح، نعم وربما نعم شيخ يعظ نعم طفلا. أنا دا أحشي فكري يعني، وأنا نعم بطبيعتي ما أمر بالأخلاق وكذا، وإنما أعرض أقول هكذا وهكذا هو المثل الجيد والمثل الطيب. لكن أبو عمار، سيدتي الكريمة، من الصعب جدا الانبعاث من تراكم الإثم ومن تراكم الخطأ، لأنه يتحول الإثم إلى ثقافة. حتى وهو يشعر بأنه هذا خطأ، ولكنه دم عليه ودجن عليه، ولذلك من الصعب جدا أن ينبثق ويثور على هذه الحالة المتكلسة نعم، الجامدة إلا ما رحم ربي. لكن أريد أسأل نقطة، يعني لو هذا اليوم نتحدث عن الشهيد محمد باقر أنا الصدر. طبعا أحشيش هذا لا نعم يعني إني لا لا صافي بيور، لا لا لا، أنا متروس آثام ومتروس كذا، خلي بس، أنا دا أحكي فكري نعم يعني، أنا هم أريد واضح أحكي كلامي؟ أسأل سؤال، يعني هل اليوم إذا يصحى الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله اوف، وش سره، جبتي لنا انت؟ وايضا يصحون شهداء حزب الدعوه اللي ناضله وايضا اعطوا شهداء، ايش راح يقولون انت يعني؟ تعرفين شهداء حزب الدعوه شنو؟ يعني ايش راح كوني يقولون على هاليوم؟ ثقه، كانوا يصعدون المنابر، يصعدون المشانق وهم يهتفون باسم الله وباسم رسول الله، وكانوا شبابا اليوم شو يعني. يقولون على الاحزاب الاسلاميه؟ اليوم شو يقولون على طبعا الأحزاب الإسلامية؟ غاضبون، هؤلاء الآن هم غاضبون وهم في قبورهم، أو هم عند علي في مرحلة البرزخ أو عند الله عز وجل. سيدتي الكريمة، لقد كانت تجربة الأحزاب الإسلامية قبل التغيير، بل وقبل، كانت تجربة مثالية. أضرب لك مثل من هذه القضية. نحن كنا في القضايا الشرقية، كل من كان هو يمتلك نعم راتبا موظفا، في كل رأس شهر يجتمعون في مكان سري ويضعون رواتبهم على الطاولة، وتقسم هذه الرواتب. هذا الداعية لم يكمل دراسته فيجب أن نساعده، هذا الداعية تزوج حديثا فيجب أن ندعمه، هذا الداعية يمتلك أخا عاجزا عن العمل فيجب أن نكسيه ونطعمه. نعم أكثر من ذلك، نعم كان هناك من يخرج صباحا الساعة الخامسة أو الساعة السادسة على دراجته الهوائية، وهو يحمل نعم الـ المال ويحمل الطعام
ويضعه في باب الداعية ويطرق الباب ويهرب. كان الدعاة هكذا، كانوا كانوا شعلة، هاليوم شعلة روح حقيقة. هاليوم شلونهم يعني. اليوم هاليوم شلونهم؟ هاليوم الدعاة شلون؟ لا 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 يعني احنا قبل عندما كنا نحضر للحلقة الحزبية يعني ولو معذرة للإخوة أنا أتكلم عن تجربة طويلة يعني. نعم. عندما كنا نحضر الحلقة الحزبية قبل أن نحضر نعتبر هذا الحضور هو عمل تعبدي ونعتبره مسجد صغير، وكنا من يصلي ركعتين قبل أن يأتي ولا يأتي إلا وهو على وضوء، ونبدأ بالسورة الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ونختم بذلك ويدعو بعضنا لبعض. وكن يعني كان الحزب شعلة حيوية. انطفى الحزب وطاقة اليوم؟ إيه فقط الحقيقة يعني انطفى يعني انطفى تقريبا. يمكن الفلوس تغير النفوس يعني. أنا سألت واحد الفلوس الكبار. تغير النفوس؟ سألت واحد الكبار قلت له أخي العزيز أحد الكبار وهو الآن عاطل عن العمل الحزبي يعني، قلت له في هذه الأيام يعني هم يقعدون بسم الله الرحمن الرحيم وكذا، قال ابو عمر ذن اكثر من راحل، وكان يبكي يعني مو كان يعني مسلم. نعم. كان الحزب وكان المتدين قلت ايش يعني جننوا صدام جننوا. هل تتصورين الى ان الدعاة الذين كانوا في السجون كانوا سببا في تدين كثير من الجلادي؟ ما تخلينا نبكي يعني انت بكيتينا بالحاله. الله يرحمك. انا شفت بعيني يعني ابطال يعني هزوا الجبال والله العظيم في الصمود. يعني واحد منهم طبيب كان في الحلة كان يصيح الله يرحمه دماغ التهب من الضرب، فلما خلوه قالوا له ماذا تقول؟ قال ماذا أقول؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. واستشهد في لحظة.